السلام عليكم اعزائي التلاميذ، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك رجعت لكم بواحد الفيديو جديد اللي غنخصوه لو كور ديال لي راسين كاري اولا الجذور المربعه بالعربيه. قبل ما نبداو الدرس ديالنا بغيت نقول لاي واحد كيتفرج في هذا الفيديو هذا ففي نفس القناه اللي هي خوف معاد تقدر تلقى فيها جميع الدروس ديال الفرنسيه وجميع الدروس ديال الفيزياء مبسطه بشرح اكثر من رائع. يعني في هذه القناه هذه كاين مادة الفرنسية والفيزياء وحتى الفيديوهات ديال الرياضيات. بالنسبة للناس اللي بغاو يشوفوا الدرس الأول ديال نشر التعمير ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون هبط لا ديسكريبسيون تحت راه تلقى الروابط. أوسي غتلقاو تاني لو كور اللي قبل ديال لي بويسونس ديال القوى حتى هو غتلقى الروابط ديالو أسفل هاد الفيديو. قبل ما تشوف هاد الفيديو هذا فالمرجو منك أنك تهبط ودير لايك لهذا الفيديو هذا باش تحفزنا باش الفيديو ديالنا يوصل لاكبر عدد من التلاميذ. دونك كلشي تبع معايا غادي نبداو في الجزء الاول من الفيديو بلا ديفينيسيون كيف ما ديما تعريف شنو هو الجذر المربع. الجذر المربع نورمالمون هو واحد الدرس اللي شفتوه في الاخر ديال التامنة، كاين اللي كيقراو في المدرسه كاين اللي ما كيوصلولوش اكسيتيرا وكتبداو به في الكاتريام اني. والجذور غتبقاو تشوفوهم من دابا حتى للسنه الثانيه بكالوريا، يعني لا باز كتبدا من دابا. دونك لا ديفينيسيون عطيتكم هنا لا ديفينيسيون اون فرونسي هنا اون اراب باش هكا يستافدوا التلاميذ اللي كيقراو اون اراب والتلاميذ اللي كيقراو اون فرونسي. بون قالوا لنا لو نومبر بوزيتيف، كاين واحد الشرط هنا قالوا لنا بان العدد الموجب اكس دون لو كاري اي تيغال ا اي ابلي راسين كاري. دونك لاحظ معايا قال لي لو نومبر بوزيتيف اكس داك العدد الموجب اكس لي لو كاري المربع ديالو يعني الاس اثنان ديالو يعني الا ضربناه في نفسه ايتيغال ا اللي كيكون كيساوي داك العدد ا اي ابلي راسين كاري كيتسمى الجذر المربع دو ا اون لو نوت. دونك شنو هو الرمز ديال الجذر؟ هو كندير هذا الرمز هذا وكندير داك ا لداخل. نشوفوا لا ديفينيسيون اون ا، قال لي ا عدد حقيقي موجب، يعني هاد ا اللي كيكون عندنا هنايا ضروري خصو يكون موجب، يعني يقدر يكون واحد ثلاثة سبعة ثمانية إلى غير ذلك، ما يقدرش يكون ناقص ثلاثة ما يقدرش يكون ناقص جوج. مزيان العدد إكس هذاك اللي كيساويه الذي مربعه ا، يعني هذا العدد هذا اللي كيكون هنا كيكون إلا ضربناه في نفسه ولا درنا له أس اثنين كيكون هو هذا اللي لداخل كيتسمى. دونك هذا العدد هذا كيتسمى الجذر المربع لـ ا، يعني هذا العدد هذا اللي المربع ديالو هو ا كيتسمى هو الجذر المربع ديال ا. باش نفهموا مزيان هاد لا ديفينيسيون هادي غادي نعطيكم كيلكو اكزومبل وغادي تفهموا مزيان. إذا عطيتكم مثلا جذر 4 ولا عطيتكم مثلا جذر 9 عطيتكم من بعد جذر 16 من بعد عطيتكم جذر 25 مثلا وقلت لك حسب لي هاد الجذر 4 شحال كتساوي، شنو غادي دير؟ حسب القاعدة غادي تقول شنو هو العدد اللي غادي نلقى اللي إلا ضربته في نفسه يعطيني هاد العدد اللي لداخل، يعني شنو هو العدد نسميو حنا هذا هو إكس، شنو هو هاد العدد إكس اللي كنضربوه في نفسه وكيعطينا 4؟ غتجاوبني أنت بجدول الضرب غتقول لي هي جوج في جوج، دونك العدد اللي كنضربوه في نفسه في نفسه، يعني العدد كنضربوه في نفسه، يعني 5 في 5، 3 في 3، 4 في 4، يعني شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه؟ ماشي 3 في 3 هي 9، ماشي 5 في 5 هي 25، كاين جوج في جوج، دونك هذاك العدد اللي كنديرو له أس 2، دونك جوج أس 2 راه هي اللي كتساوي 4، دونك هذا العدد هذا اللي درنا له أس 2 راه هو الجذر المربع ديال العدد 4. إلا قلت لكم حسبوا لي شنو هي جذر 9، غادي تقول لي هاد إكس هذا شنو هو؟ هو إلا ضربناه في نفسه كيعطينا 9، شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه كيعطينا 9؟ أولا فاش كنديروا له أس 2 كيعطينا 9، هو العدد 3، بالتالي جذر 9 راه هي 3. بالنسبة لجذر 16 شنو ديما كنبقاو نقولوا شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه أولا شنو هو العدد اللي المربع ديالو كيعطينا هذا اللي لداخل هنايا 16، شنو هو العدد اللي كنديروا له أس 2 ولا كنضربوه في نفسه كيعطينا 16 هو 4، حيت 4 أس 2 هي 16. مزيان بالنسبة لجذر 25 شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه كيعطينا 25 هو 5، لأن 5 أس 2 هي 25 إلى غير ذلك. إذا قلت لك مثلا شنو هو جذر 36 شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه وكيعطينا 36؟ 6 في 6، دونك العدد راه هو 6. جذر مثلا 49 شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه وكيعطينا 49؟ هو العدد 7، لأن 7 أس 2 تساوي 49. مثلا شنو هو العدد اللي كنضربوه نورمالمون حسب لي هذا الجذر هذا ديال باغ اكزومبل ديال 64؟ جذر 64
جا 64 شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه وكيعطينا 64 دونك عندنا جدول الضرب ديال 8 8 في 5 هي 40 8 في 6 هي 48 8 في 7 هي 56 و 8 في 8 هي 64 دونك شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه هو 8 حيت ملي كنضربوا 8 في 8 كتعطينا 64 للداخل مثلا الا قلت لك جدر 81 جدر 81 شنو كيساوي شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه كيعطينا 81 كاين عدد واحد اللي هو 9 الا قلت لك مثلا شنو هو جدر 100 شحال كيساوي جدر 100 شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه وكيعطينا 100 10 في 10 هي اللي كتعطينا 100 يعني جدر 100 هو 10 هاد الامثله اللي عطيتكم هنا راه هما اللي كتلقاوهم بزاف في التمارين هما اللي كيساعدوكم في التبسيط يعني مباشره تلقى جدر 4 2 جدر 9 3 جدر 64 8 الى غير ذلك الا قلت لك مثلا جدر 121 شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه كيعطينا 121 هو 11 لان 11 في 11 كتعطينا 121 للداخل دونك هنا كاين واحد الشرط رئيسي اللي هو ان داك العدد اللي كيكون داخل الجدر العدد اللي كيكون داخل الجدر لاحظوا معايا 81 121 164 خصو يكون موجب يعني يكون اكبر من الصفر ما يمكنش يكون سالب يعني هنا خصنا نعرف بان جدر عدد سالب لا يوجد يعني ما يمكنش نقولوا جدر ناقص 3 ما يمكنش نقولوا جدر ناقص 2.5 مثلا دونك هاد الكتابات ما صحيحاش نقدر نقول ناقص جدر 3 يعني هنا الداخل هو موجب ولكن هذه الاشاره على برا نقدر نقول ناقص جدر 2.5 هذه صحيحه هذه صحيحه ولكن باش تكون عندي ناقص الداخل فهاد الكتابه هذه ني با اوتوريزي وما صحيحاش دونك دابا غادي نشوفوا تتمه ديال هذا التعريف هذا دونك نبقاو دائما في التعريف هذا الا قلت لك مثلا حسب لي جدر 3 شحال كيساوي جدر 3 ف غتجي ديما نفس الطريقه شنو هو العدد اللي كنضربو في نفسه كيعطينا 3 ما كايناش 3 هي 3 في 1 ما كنضربوش 3 في 3 يعني شنو هو العدد اللي كنضربو في نفسه كيعطينا 3 لا يوجد بالتالي هاد جدر 3 كتبقى بحال هكا حنا ملي كنكونو كنخدمو في التمارين الا قال لك حسب لي القيمه ديالها هو ما يقولش لك حسب القيمه ديالها كتمشي للاله حاسبه الا انت مثلا عندك فضول تعرف جدر 3 شنو هو غتمشي للاله حاسبه غدير الجدر دير 3 يخرج لك واحد العدد فيه فاصله غير منتهيه مثلا غيعطيك 1 فاصله بزاف ديال الاعداد يعني واحد العدد غير محدود جدر 5 حتى هي نفس المساله شنو هو العدد اللي كنضربو في نفسه كيعطينا 5 لا يوجد كون قلت لك جدر 4 تقول لي جوج بجوج يعني جوج ولكن جدر 5 ما كاينش العدد يعني ثابت اللي كيساوي جدر 5 يعني هو جوج فاصله حنا ما كنكتبوش هذوك الاعداد في الدرس ايضا غنبقاو نشوفوا مثلا جدر 18 مثلا جدر 8 غنبقاو نشوفوا جدر 20 الى غير ذلك بحال هاد الاعداد هادو بحال دابا جدر 18 ما كاينش واحد العدد كنضربو في نفسه كيعطينا 18 ولكن كنقدروا نديروا لا سامبليفيكاسيون تبسيط ديال هاد الجدر هذا جدر 8 نقدروا نديروا له حتى هو التبسيط يعني بحال كنفكك ما بداخل الجدر والخاصيه ديال هاد الامثله هادو غادي نشوفها في الجزء الثاني ديال الفيديو دابا غادي نشوفوا واحد الخاصيه هي كتندرج لهذا التعريف هذا بشرط الى كان عندنا دائما ا ان نومبر بوزيتيف يعني ديما داخل الجدر خصو يكون موجب دونك هنا كنقدروا نستخلصوا واحد المساله معينه كاين واحد القاعده كتقول بان جدر ا مربع تساوي ا وحتى جدر ا توس ا لا بويسونس 2 حتى هي كتساوي ا يعني هنا شنو غادي نفهم غنفهم بان شكون هو العدو ديال هذا الجدر يعني الا بغيت نتخلص انا من الجدر كاينه واحد القاعده كتقول هو ان الداخل خصو يكون مرفوع او كاغي يعني بحال قلتي هذا الاس هذا هو اللي كيدي ديال الجدر يعني هذا الاس اثنان كتمشي مع الجدر كتبقى لنا ا الا كان عندنا الاس اثنان الداخل راه الاس اثنان كيمشي مع الجدر كانت عندنا اس اثنان على برا حتى الاس اثنان كتمشي مع الجدر كيبقى لنا ا يعني نقدروا نقولوا بان جدر ا اس اثنان كتساوي جدر ا الكل اس اثنان كتساوي العدد ا دونك نعطيكم واحد المثال اللي هو بسيط الا خدينا مثلا جدر 25 وقلت لك شنو هي جدر 25 غتقول لي جدر 25 شنو هو العدد اللي كنضربو في نفسه كيعطينا 25 هو 5 في 5 مزيان متفقين شنو كتساوي هاد 5 في 5 في القوى العدد في نفسه دونك كنديرو الاس وشحال عندي من مره 5 مضروبه في نفسها جوج مرات دونك هنايا لاحظ معايا هاد الكتابة هادي راه هي هاد الكتابة هادي نقدروا نختزلوا هاد اوكاري مع الجدر دونك شحال غتساوي جدر 5 اس 2 هي 5 كما انه يمكن
نورمالمون الا كانت عندي جادر خمسه الكول اس اثنان يعني كانت بحال هكا حتى هي راه نقدروا نتخلصوا يعني المربع الكاغي يمشي لنا مع الغاسين كاغي يعني نقدر نتخلص بالاس مع الجذر واخا عندنا الكتابه هذه دونك كتش بال هذه دونك انا اوتوماتيكمون نقول بان جذر 5 الكل اس 2 كتساوي 5 مباشره من هنا غنستنتج بان هذه الكتابه هذه وهذه الكتابه هذه متساويه يعني سواء كان عندي الاس لداخل او كان عندي الاس على برا فالاس دائما كيمشي مع الجذر دابا غادي نشوفوا المحور الثاني ديال الدرس وغنشوفوا كلكو بروبريتي كونسيرنون لي غاسين كاري ونشوف بعض الخاصيات ولا بعض القواعد اللي كنستعملوها في التمارين ديال الجذور المربعه رجعنا دابا للجزء الثاني ديال هذا الفيديو غادي نشوفوا لي بروبريتي ديال لي غاسين كاري يعني الخاصيات ديال الجذور المربعه اولا العمليات على الجذور المربعه وغنشوفوا العمليه الاولى ديال الضرب ديال الملتيبليكاسيون حتى هنا عندنا الملتيبليكاسيون وهنا عندنا نورمالمون ديال ديفيزيون يعني ديال القسمه اولا ديال خارج لو كوسيون كيفاش كنخدم خاصيات ديال هاد الجذور شحال من واحد غادي يشوف هاد الامثله اللي قلت له بسط ما يلي ولا احسب ما يلي غتشدو الشقيقه وغيبقى يشوف هاد الرمز ديال الجذر جذر حدا جذر وهذا وغادي يدور ما تخلع ما والو كيف ما خلاوا مالك مخلوع ما تخاف ما والو ما تبهش هادشي بسيط يعني تطبيق ديال احد الخاصيات نشوفوا هاد الخاصيه الاولى الخاصيه الاولى كتقول لنا سيدي الا كان عندنا جذر كبير وعندنا الجذور الداخل عندنا الجذور كنعاود نسطر عليها ماشي زائد ماشي ناقص ماشي لاديسيون وماشي سوستراكسيون فاش كتكون عندنا الملتيبليكاسيون فاش كيكون عندي جذر ا فوا بي شنو كندير كنفرق هذا الجذر هذا كهذا الجذر هذا كنديروا ا وهذا الجذر الثاني كنديروا بي وكندير الجذور اللي بيناتهم مفهوم عندك سيدي تمشي انت دير ليا جذر ا بلس بي راه هي جذر ا بلس جذر بي هذو الاخطاء الشائعه هذو ما متساويينش زائد كيبقاو بحال هكا يعني الا عندك مثلا جذر 24 زائد 3 ما خصكش دير جذر 24 زائد جذر 3 لا غتجمعهم لداخل يعني هي جذر 27 سي بون امتى كنفرق الجذر الا كان عندنا الضرب يعني كان عندنا الجذور اللي كان عندنا لو برودوي كنديروا هذه العمليه هذه لاحظ معايا هنا شكون هو ا هو 3 وشكون هو بي هو 25 جذر ا في بي هي جذر ا فوا جذر بي يعني نديروا الجذر ديال 3 هي الاولى نفرقوا الجذر نضربها في جذر 25 بحال كيف ما كنا كنديروا في القوى كنا كنقولوا ا فوا بي توس على بويسونس 2 كنا كنشدوا هاد لا بويسونس 2 كنهبطوها كنفرقوها على ا و بي كنا كنقولوا هي ا على بويسونس 2 فوا بي على بويسونس 2 حتى هنا كتفرق الجذر على 3 وكتفرق الجذر على 25 جذر 3 ما كتحسبش غتبقى جذر 3 جذر 25 نقدروا نحسبوها شنو هو العدد اللي كنضربوا في نفسه كيعطينا 25 هو 5 وديما الله يرضي عليكم فاش يكون عندي عدد ا مضروب في واحد العدد داخل الجذر كنقدروا نحيدوا هاد الضرب وما نديروا لا نقطه لا والو نلصقوا هاد العدد مع الجذر دونك هي ا جذر بي يعني لما قلت لك مثلا جوج في جذر 3 غتجي انت بكل سهوله تقول لي جوج جذر 3 يعني هادو لعيبات او لا تويشيات اللي كيقدروا ينفعوكم في الحساب دونك ديما كنبداو بالعدد هو الاول راه الضرب تبادلي نقدر نقولوا جذر 3 في 5 ولا 5 في جذر 3 دونك النهايه غادي نقولوا 5 جذر 3 يعني هاد 5 كنلصقوها هنايا ما يمكنش نقولوا جذر 3 5 نو بحال عندك اكس اكس في 5 هي 5 اكس جذر 3 في 5 هي 5 جذر 3 وهكا غادي نكون بسطت هاد العمليه هادي ما امكن وهادي هي اخر نتيجه نشوفوا دابا الا كنا غاديين من هاد لو سونس لهاد لو سونس يعني في هاد لو سونس هذا في هاد المنحه دابا الا كان عندي الجذر مضروب في الجذر عندي الجذر مضروب في الجذر قلت لي القاعده كندير جذر كبير وكندير الضرب ديال هادو بجوج راه ديجا عندنا ضرب فوالا دونك كندخلو داك 3 و 12 ونديرو الجذور ديالهم لداخل دونك هادو نحسبهم تحت الجذر يعني دائما ها هو الجذر شنو هي 3 في 12 هي 36 الناس اللي ما عندهمش مع الضرب 3 في 2 6 3 في 1 3 شكون هو العدد اللي كنضربو في نفسه وكيعطينا 36 هو 6 لان 6 اس 2 كتعطينا 36 بالتالي شحال خرجت هاد الجذر 36 هي 6 شوفوا كي كانت عندنا شوفوا كي ولات يعني حسبتها اولا بسطتها الافا
دابا الا كان عندي جوداء ديال جذر ا في جذر ب في جذر سي كندير جذر كبير وكندير الجوداء ديال هذاك الاعداد اللي داخل الجذور يعني يكون عندي جوج جذور ولا ثلاثه ولا اربعه لو ميم برينسيپ خص يكون عندنا غير الضرب كندير جذر كبير كنقول لهم اجيو دخلوا هنايا باش تصب عليكم الشطه دونك جوج فاش غنضربوها في العدد الثاني ثلاثه فاش غنضربوها عاوتاني في خمسه حساب جوج في ثلاثه شحال كتساوي هي سته و ستة في خمسة هي 30 دونك هتخرج لنا هي جذر 3 كنظن بأن هذا الشيء راه واضح دونك هذا هو التطبيق ديال القاعدة الأولى نشوفوا القاعدة الثانية اللي هي حالة خاصة ديال القاعدة الأولى حتى هي عندنا الجودة غير هو قال لي فاش يكون عندي جودة عددين واحد ديجا عنده المربع ديالو دونك شنو كندير كناخذ الجذر ديال ا اس 2 هنا نضربها بجذر ب يعني فرقت الجذر على ا اس 2 وعلى ب حنا ديجا قرينا في الدرس قلنا بان العدو ديال الجذر هو الاس دونك الاس كيمشي مع الجذر تبقى لنا ا وجذر ب دونك كتولي لنا هي ا جذر ب التطبيق ديال الخاصيه هو هذا كنلاحظ بان هذا 25 نقدروا نديروها على شكل اس مزيان دونك شنو هي 25 راه هي 5 اس 2 5 في 5 و7 خلاص راه هي 7 دونك نرجعوا دابا للتطبيق ديال الخاصيه الاولى جوداء عددين تحت الجذر غادي نديروا الغاسين ديال 5 اس 2 وغادي نضربوها عاوتاني نوزعوا الجذر عليهم بجوج جذر 7 كنلاحظ بان هذه يقدر يتختزل ليا الجذر يمشي الجذر مع الاس شحال غتبقى 5 5 في جذر 7 هي 5 جذر 7 5 في اكس هي 5 جذر اكس بما العدد في الجذر كنديروا له بحال اكس في شي عدد العدد حداه اكس او لحداه الجذر نشوفوا جذر 18 هي نخدموها بنفس الطريقه شنو غادي ندير غنفكك هاد 18 داخل الجذر شنو هي 18 هي 9 فاش في 2 جذر شنو هي 9 غنحولها لشي حاجه اس 2 دونك شنو هي 9 هي 3 اس 2 مضروبه فاش في 2 مزيان نقدر دابا هذا الجذر هذا نقسمو ندير له 3 اس 2 بوحده و 2 بوحده دونك هي جذر 3 اس 2 مضروبه في جذر 2 نقدروا نختزلوا الجذر مع الاس غتبقى لي هي 3 في جذر 2 بالتالي تساوي 3 جذر 2 هادشي بسيط بزاف نشوفوا جذر 180 هاد جذر 180 كاين اللي تخلعوا 180 عدد كبير كيفاش انا غادي ندير دونك فاش كيكون عندنا بحال هاد الاعداد كبار 240 256 الى غير ذلك كنصحك دير عمليات التفكيك غتنفعك بزاف بون بالنسبه لهنا عمليات التفكيك شنو غادي ندير كناخذ العدد اللي عندي 180 وكنبدا نقسم وكنبدا من الصغير 180 مقسومه كنبداو من جوج 180 واش تقدر تقسم على جوج نعم دونك 180 مقسومه على جوج هي 90 بحال عندك 180 ريال قسمتي على جوج هي 90 ريال 90 ريال قسمتي على جوج هي 45 ريال هنا عندنا عدد فردي ما نقدرش نقسمه على جوج نقدر نقسمه على 3 تشوفوا العدد اللي ورا جوج هو 3 45 مقسوم على 3 هي 15 15 ما يمكنش تقسم على جوج ديما كنبداو بجوج حيتاش هنا عندنا عدد فردي عطينا بالفاصله و15 مقسوم على 3 راه هي 5 خمسة ما تقدرش تقسم على جوج ما تقدرش تقسم على ثلاثة ما تقدرش تقسم على أربعة نقسمو على نفسها خمسة دونك هي واحد دابا هنا شنو خصك تعرف أنت بأن هاد 180 هاد 180 حسب التفكيك اش كتساوي هي جوج في جوج جوج أس اثنان ثلاثة في ثلاثة هي ثلاثة أس اثنان في خمسة هذا هو التفكيك يعني هي جوج في جوج في ثلاثة في ثلاثة في خمسة يعني هنا راه كاين جداءات ثم قريتو القوى جوج في جوج هي جوج أس اثنان ثلاثة في ثلاثة هي ثلاثة أس اثنان وعاد عندنا خمسة دونك شنو هو جذر 180 هو جوج أس اثنان مضروبة في ثلاثة أس اثنان مضروبة في خمسة قلنا بأن الجذر نقدروا نفرقوه على هاد الأعداد اللي لداخل دونك تساوي لنا هي جذر اثنان أس اثنان مضروبة في جذر ثلاثة أس اثنان مضروبة في جذر خمسة قلنا دائما الاس كيمشي ولا المربع كيمشي مع الكاري كيمشي مع الغاسين دونك كتبقى لنا هي جوج في ثلاثة في جذر خمسة نحسب عادي جوج في ثلاثة هي ستة ستة في جذر خمسة العدد في الجذر ديما كنلصقوا العدد مع العدد اللي داخل الجذر دونك ستة في جذر خمسة شحال كتساوي هي هذيك اللي في بالك دونك هي ستة في جذر
ولا 6 جدار 5 وهذا هو التبسيط النهائي ديال هذه العمليه. شو كي كانت 180 كبيره ما تقدرش تسطح لك في بالك هكا، دونك كتقدر دير هذه العمليه ديال التفكيك باش تبسط بحال هاد الاعداد اللي كيكونوا كبار. يعني حتى حاجه ما تخلعك في هذا الشيء، خصك غير تمشي ايطاب بار ايطاب وتعرف راسك فين انت وفين باغي توصل. ديما حط لي زوبجيكتيف ديالك. دابا غنشوفوا الجدر الا كان عندنا في الخارج، يعني الا كان عندنا الكوسيون عندنا يعني جدر خارج ا على بي، شنو كندير بحال الاس؟ فاش كانت عندنا ا على بي لكل اس اثنان شنو كنا درنا؟ كنا قلنا هي ا اس اثنان على بي اس اثنان، هبطنا الاس. دابا هاد الجدر هذا غنهبطو على ا ونهبطو على بي، يعني هي جدر ا على جدر بي. دونك هنايا نفس المساله غادي ندير، هي جدر 3 على جدر 25. هاد الجدر هذا قسمتو على هادو بجوج حيت مشاركين فيه. جدر 3 راه كتبقى جدر 3، جدر 25 شنو هو العدد اللي كنضربو في نفسو كيعطينا 25؟ هو 5. الاشاره هذوك اللي عطيتكم في الجزء الاول ديال جدر 4 كتساوي 2، جدر 9 تساوي 3، جدر 16 تساوي 4، جدر 25 تساوي 5، راه خصكم تحفظوهم عن ظهري قلب باش بحال هكا في العمليات ما تبقاش تفكر بزاف، يعني تجي وتجاوب مباشره. نشوفوا هذه دابا العكس، الا مشينا من هنا لهنا، يعني كان عندنا الجدر في البسط والجدر في المقام، نقدروا نحتفظوا بالبسط والمقام ونديروا جدر كبير. دونك لاحظ معايا هي نفس العمليه، غندير جدر كبير حيت هما بجوج هما عندهم الجدر، خص بجوج يكونوا عندهم الجدر عاد كندير جدر كبير. دونك 8 على 2 غنحسب هاد 8 على 2 شنو هي؟ 8 مقسومه على 2 هي 4، دونك هي جدر 4. يعني حسبت هذا وخليته تحت الجدر. شنو هي جدر 4؟ شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه وكيعطينا 4؟ هو 2. وكا غادي نكون حسبت هاد العمليه الاخيره. دابا وصلنا لافان ديال هاد الفيديو هذا. هذا الفيديو شفنا فيه غير التعاريف والخاصيات او العمليات على الجذور المربعه. الفيديو المقبل ان شاء الله غنشوفوا حل معادله اكس اس 2 تساوي ا وكيفيه ازاله الجدر من المقام ولا من الدينوميناتور. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنىكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الاستفاده. تهلاو لي فراسكم بزاف، تسناو الفيديو المقبل. على بروشين فوا، السلام عليكم.